الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. ممكن يكون كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الانلاين سكريبتينج، فمن المنطقي ومن البديهي جدا ان احنا نحكي في الحلقة دي عن الاكسترنال سكريبتينج. الانلاين سكريبتينج ده جميل وكويس، لكن السكريبتات الصغيرة مش للسكريبتات الكبيرة اللي بتشتغل على اكتر من صفحة، الموضوع راح يكون مختلف شوية. علشان كده اكواد الجافا سكريبت بتتحط في ملف او اكتر طبعا منفصل بعيد، يعني بعيد عن ملف الاستراكشر، وبعدين بيتم بمسألة الايه الرابط ما بين ملف الاستراكشر، ملف ال HTML وملف الجافا سكريبت، زيها زي اي اسيتس تانية، ملفات الصور، ملفات ال CSS، الكلام ده. تمام، اللي احنا راح نعمله ان احنا هنروح على نيو فايل ونعمل ملف ونسميه scripts.js. طبعا js ده الاكستنشن بتاع جافا سكريبت، زي ما احنا كنا بنقول مثلا styles.css، هنا نكتب scripts.js لان احنا هنكتب سكريبتات بامتداد جافا سكريبت. ده ملف separated هيكون فيه اكواد الجافا سكريبت البيور. تمام، جميل كده. الخاصيه طيب نرجع على ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال وناخد السطور اللي جوه الدوكيومنت دوت رايت اللي هو الامر ده كود الجافا سكريبت، ده اللي انا هاخده كات واحطه جوه ملفات السكريبتات او جوه ملف السكريبت تبع الجافا سكريبت تبعي، وارجع لملف الاندكس يا جماعه. تمام، انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج مساله اللينكينج، او محتاج اعمل زي ارتباط ما بين ملف الاندكس ده وملف السكريبت ده. تمام، فيبقى باني اكتب الخاصيه اس ار سي واحطه يساوي ما بين دبل كيوتس، احط الاسم بتاعي scripts.js. طبعا الناس اكيد الامر ده مش غريب عليها، ومش هكتب اي شيء فين في ما بين السكريبتات بدايه ونهايه. الكلام ده اسمه ريفرنسنج. الطريقه دي اللي انت بتحاول بيها تحدد مكان شيء معين اسمها في السكريبتنج لانجوجز والبروجرامنج لانجوج ريفرنسنج، انت بتحاول توجد مرجع للفايل ده. حلو كده، جميل. ولان احنا بنكتب جافا سكريبت فاحنا بنسميها ايه سكريبت ريفرنسنج او جافا سكريبت ريفرنسنج. نيجي نشوف بكنترول اس ونروح على الاندكس ونعمل ريلود، هنلاقي ان هالو وورلد، لان الامر ده من امر الاوتبوت في الجافا سكريبت، يعني امر مسؤول انه يطلع لي النص المكتوب ما بين دبل كوتيشنز. تمام كده، وهنيجي ان شاء الله باذن الله للاوتبوتنج، ممكن تكون في الحلقه اللي جايه او اللي بعدها، الله اعلم. طيب حلو خالص، ايه اللي يحصل لو شلنا السكريبت ده كده بالكت ونروح نحطه فين؟ في الهيد، نعمل كنترول اس ونروح نعمل ريلود ريفرش. من انا عملت كليك يمين وعملت فيو بيج سورس، اي نعمل البادي وانه محطوط في الهيد، هو ادي الكود ده، لكن الكود موجود بس انا شغال عندي في الهيد، يعني ما فيها اي مشكله. يمكن اكون انا لو غيرت الكود او لو غيرت النص بتاعي بدل ما دوكيومنت دوت رايت، لان الامر ده ما فيهوش الحاجه اللي انا كنت عايزها، او اقصد لو انا كنت قلت مثلا، فاكرين الامر اللي احنا كنا بنستخدمه علشان نطلع بيه الامر بتاع بادي و HTML، فخلينا نكتبه كده مره ثانيه مع بعض. هنكتب دوكيومنت دوت بادي دوت انر HTML و هنكتب مثلا يساوي، وخلينا نكتب ديت على طول، او طالما احنا نكتب ديت على طول، احنا عايزين يطلع لنا التاريخ. حلو كده، ونعمل كنترول اس ونرجع لكود الجافا سكريبت ونعمل ريلود، مش هنلاقي شيء حصل. بس انا عملت، لو فتحت الانسبكتور بتاع جوجل كروم ورحت للكونسول، هلاقي ان الكونسول عمل لي نفس المشكله بتاعت الانر اتش تي ام ال، انا ما اقدرش اعمل حاجه اللي هي زي نال. انا مش القصد من القصه دي اني احاول اشتتك او اني الخبط المفاهيم بتاعك، بس هو نفس الكلام اللي هيحصل لو انا عملت السكريبت بتاعي في الهيد، حطيت يعني نفس السيناريو اللي حصل معانا لما احنا كنا شغالين في الانلاين ستايلنج، هي
طيب ايه الفكره، ايه انت يعني عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اقول لك ان جافا سكريبت ربما، وركز معايا في شويه الدقائق اللي جايين دول لاني يعني هنحاول نشرح فيهم مفهوم شويه جميل. جافا سكريبت ربما اتغير في حاجه او اكتر في ملف ال HTML او ملف ال CSS. احنا عارفين ان جافا سكريبت بتكنترول في الاثنين، حلو، ولانها ممكن تغير في الاثنين ده بيحط المتصفح في مشكله جدا كبيره. انا كبراوزر واجع في مشكله منيله ب 60 ميل لاني انا كده كده بقرا ملفات من فوق لتحت، ها بقرا ملفات الدوكيومنت من فوق لتحت، جميل. فلما بلاقي ريفرنس السكريبت ريفرنسنج بتاع جافا سكريبت بروح اعمل ايه؟ اللي بيحصل كده التالي، هاجر امشي 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 الاقي سكريبت، اثبت يا عمنا هنا اقف، ايه في ده؟ في سكريبت، تعمل ايه؟ مش هينفع تقرا ملفات ال HTML اللي تحت دي، وقف البارسنج، وقف القرايه بتاعت ملف ال HTML، بوز، اقف هنا لغايه لما تنزل لي ملف الجافا سكريبت، يروح يعمل داونلود لملف الجافا سكريبت، نزل ملف الجافا سكريبت يروح يعمل اكسكيوت، ينفذ كل الملفات الموجوده في ملف الجافا سكريبت، بعد ما يخلص وينزل يكمل بارسنج على HTML. حلو كده؟ اهو الكلام ده بيحط لي التقنيه دي بتاع جافا سكريبت من 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 نقط او من النقط اللي بتتاخد عليها، اسمها ايه؟ اسمها جافا سكريبت ريندرنج بلوكينج. ان جافا سكريبت بتعمل بلوك للرندر، استنى لما احمل كود الجافا سكريبت بتاعي عشان اعمله اكسكيوت. ده بيأثر بالسلب طبعا على مساله سرعه عرض الموقع. طيب في نفس اللحظه انت ادينا بنقول من شويه الديزاينر ممكن ساعات بيبقى يحتاج انه يحط السكريبت بتاعه في الهيد علشان يعني محتاج ينفذ اوامر معينه قبل ما الصفحه تعمل لها رندر كلها. بس ده يعني حالات نادره وحالات قليله جدا من ضمن الناس اللي بتحاول، أو حالات قليله خالص اللي شاهد من القصه انها بتعمل كده. يعني الناس اللي بتحتاج انها تكتب كود في الهيد او تحط كود الجافا سكريبت بتاعها، او الناس اللي بشكل عام محتاج انها تنفذ اوامر معينه خاصه بجافا سكريبت قبل ما الصفحه تتحمل، دي حالات قليله. طيب جميل خالص، القضيه دي اتحلت ببروتوكول من ضمن بروتوكولات الشبكه HTTP 2 شبكات، ماشي. حل القضيه دي انه بيعمل ايه البروتوكول ده يا جماعه؟ الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول هو المسؤول عن مساله الترانسميتنج، إيه؟ انه بيفتح الكوبري علشان الناس تاخد من السيرفر ملفات. ده سمح للبراوزر انه ممكن ينزل اكتر من اسيت في نفس اللحظه، عارف يعني انت ممكن تنزل ملف للجافا سكريبت في وحده زمن، ها، في نفس اللحظه بتكون منزل ملف سي اس اس، في نفس اللحظه بتكون منزل ملفات الاسيتس الصور والكلام ده، عارف يعني سهل لك الطريق. لكن برضه جافا سكريبت في الاكسكيوتنج بتوقف الرندر بتاع البيج، يعني علشان تنفذ كود الجافا سكريبت بتوقف الرندر بتاع ال HTML علشان انفذ كود الجافا. حلو كده، بس هو كل القصه ان ال HTTP 2 ده يعني بدل ما تستنى تتصدم بملف الجافا سكريبت بعدين تروح تبعت الريكوست للسيرفر ان هو ينزل كود الجافا سكريبت، لا لا لا، انت بتنزل من اول الرندر، يعني كلهم بينزلوا مع بعض HTTP واسف يا رب ال HTML والجافا سكريبت والسي اس اس كلهم بينزلوا في نفس في وحده زمن، عارف انت كده؟ بس القصه بتبقى علشان تنفذ كود الجافا سكريبت لا انت محتاج بقى ايه؟ محتاج الاكسكيوت، فانت محتاج توقف الرندر بتاع البيج. فالقضيه لا زالت موجوده برضو. علشان كده يعني اغلب الكتب والتوتوريالات والشروحات واي حد بيتكلم عن جافا سكريبت بتلاقيه عامل ايه؟ بتلاقيه واخد كود السكريبت ده حتى لو عامل ريفرنسنج اهو، ها؟ واخده بكت وتلاقيه حاطه تحت قفله البادي. يا ربي كنترول في، انا عملت ايه بالظبط؟ ادي كنترول اكس كنترول في. بتلاقي اغلب الناس اللي بتشرح يا جماعه بتحط السكريبت تحت قفله البادي، وحتى لو الكود في حاجات تتنفذ المفروض انها تتنفذ فين؟ في الاول. فانت ما تستغربش من القصه دي. حلو جميل، انا مش عايز اختم الحلقه دي قبل ما اوضح مفهوم ان شاء الله باذن الله يعني ايه يساعد في انك تفهم مساله ريكوستنج وال HTTP ومساله سرعه عرض الموقع والملفات والكلام الفاضي ده. جافا سكريبت المتصفحات الحديثه بتتعامل مع جافا سكريبت بواحده من ثلاث طرق. حلو، ايه هم دول؟ اول طريقه بتكون عباره عن الطريقه العاديه رايت واي، انت فيها مش محتاج تعمل اي حاجه، ادي السكريبت وادي الريفرنس ومش بتكتب اي خصائص وبتشتغل عادي خالص. ها المتصفح يروح يعمل ايه؟ يروح يقرا يعمل بارسنج ملفات ال HTML، يقرا ملفات ال HTML، حلو جميل، يقرا 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 يروح يتصدم في الهيد يلاقي لك ان انت مستخدم سكريبت جافا، يروح عامل ايه؟ يروح موقف الرندر بتاع ال HTML ويروح عامل داونلود لملف السكريبتات،
بعدين يروح عامل اكسكيوت منفذ السكريبتات بتاعت جافا سكريبت، بعدين يروح مكمل الريندر بتاع البيج، وبعدين يخلي ايه بعد الريندر الاكسكيوت بتاع الجافا سكريبت يفضل دايما شغال في الخلفيه. دي الطريقه العاديه، ودي الطريقه اللي عملت المشكله بتاعت ايه بتاعت البلوكينج او الريندر بلوكينج دي، انها بتعمل اهو بتعمل بلوك للريندر غير لما انفذ الاول، بعدين انت ايه كمل اكسكيوت بتاع كمل البارسنج بتاعك يا عم، ايه يا عم الملف ده. بالنسبه ليه الطريقه الاولانيه. طيب الطريقه الثانيه كانت الاي سينكرونس لودينج. الطريقه دي انت بتحاول تضيف فيها الخاصيه async في ملف ايه في ملف الريفرنس، وانت بتربط بالسكريبت بتضيف الخاصيه دي. ففي الخاصيه دي بتعمل لك ايه بقى ده مع البروتوكول اتش تي بي لسرعه ثانيه طبعا، يعني بيعمل بارسنج، وهو بيعمل بارسنج بتكون ملفات الجافا سكريبت نزلت، فبياخد الوقت في الاكسكيوت، وبعدين بيكمل مره ثانيه على ايه على القصه دي. بس انا كده وفرت في وحده زمن، يعني بدل ما استنى الداونلود، او بدل ما الطريقه اللي فاتت يعني في الطريقه اللي فاتت فرايت، بدل ما انا يعني احمل ملف اتش تي ام ال بعدين ادور والاقي نفسي ان في جافا سكريبت، لا انت من الاول حمل ملفات الاتش تي ام ال، وفي نفس اللحظه وانت بتعمل بارسنج بتلاقي ملفات الجافا سكريبت بتنزل. الوقت المستغرق في التنفيذ بتاع كود الجافا سكريبت، وده بيرجع لمين؟ بيرجع لمدى احتراف المستخدم او الناس اللي بتكتب اوامر الجافا سكريبت في انها تخلي الكود بتاعها خفيف وانه يشتغل بشكل سريع، وبعدين يرجع يكمل اكسكيوتنج. ده باستخدام الايه الاسينكرونس. طب الثالثه والبريفيرر اني بضيف اسمها الديفر، الديفرد بضيف الاتريبيوت ديفر دي. دي بقى بتعمل ايه؟ انت بتعمل بارسنج الريندر بتاع اتش تي ام ال شغال وماليش اي دخل باي حته في اي مكان عادي خالص، وبعدين وهو شغال بيحصل داونلود لملف الجافا سكريبت بعد وصح بعد ما تكمل التحميل بتاعها بشكل كامل والامور تمشي وما فيش اي مشاكل، وبيكون ملف الجافا سكريبت عمله داونلود، بيحصل بقى الاكسكيوتنج ملف الجافا سكريبت، وبتفضل دايما جافا سكريبت شغاله في الخلفيه علشان تستقبل الرياكشنز بتاعت مين؟ بتاعت الاند يوزر او المستخدم النهائي بتاع الويب سايت. دولت الثلاث طرق اللي بيهم جافا سكريبت بتكلم المتصفحات، او اقصد المتصفحات بتتعامل ازاي مع جافا سكريبت. يا رب اكون وفقت في اني وضحت شويه المفاهيم الحلوين لحلقه اليوم دولت. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، واكيد هتكون مميزه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.